السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بألف خير، صحتكم مزيانه. كنشكركم بزاف اخواتي على تعليقاتكم الرائعه اللي كتخليو ليا، شكرا لكم كاملين. ومرحبا والف مرحبا بالمشتركين جداد والقدام، الدار داركم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم كيكه ببيضه واحده بالبرتقال والجبن، كتجي رائعه بزاف اخواتي، لذيذه وكتجي ناجحه وعاليه مفشفشه. كنتمنى من كل قلبي تجربوها لان فعلا كتستحق التجربه. المقادير جد بسيطه وسهله، كيف كتعرفوا دائما كنقدم لكم غير الحاجه السهله وتكون ناجحه في نفس الوقت. فبالنسبه للمقادير، فبسم الله غنحتاج بيضه واحده اللي كتكون كبيره شويه، وغنحتاج كاس ونص ديال عصير البرتقال الطازج، يعني عصير البرتقال تقريبا انا عصرت 3 ديال الليمونات، كيعطوني كاس عنبه ونص اللي هي 240 مليلتر. هانتوما البرتقال بهذا القياس هذا، من بعد ما كنعصروه وكنعبروا كاس ونص، كنحكو جوج ديال البرش ديال جوج ليمونات، كنحكوهم يعني تقريبا كتعطينا واحد ملعقه كبيره ديال البرش ديال البرتقال، سكر منسم بالفاني 7 غرام، صاشيه واحده ديال الفاني، 160 غرام ديال سكر حبيبات اولا السكر سنيده، 160 غرام اللي هي كاس عنبه، 160 مليلتر ديال الزيت النباتيه اولا الزيت العاديه، 160 مليلتر اللي هي كاس عنبه، عندي جوج القطع ديال الجبن المثلت اولا الفرماج يعني مثلت جوج ديال الفرماجات، وعندي 16 غرام ديال البيكنج باودر اولا خميره الحلويات، 16 غرام اللي هي جوج ديال الساشيات، وعندي هنا ملعقه كبيره ديال المربى ديال الليمون اولا ديال البرتقال اولا ممكن ديروا حتى المشمش اولا الحامض ماشي مشكل، باش كتجينا الكيكه من الداخل مسقيه. وغنحتاج واحد اليوغورت، انا استعملت هذا جبن طري بيرلي، مهم نتوما استعملوا ديال الفاني اولا دانون مسوس، استعملوا اللي بغيتوا، انا استعملت بيرلي. وغنحتاج الدقيق من 250 غرام حتى 300 غرام، هنا ما يمكنش نحدد لكم على حسب، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا، قبيصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل الابيض اولا الخل العادي اللي متوفر عندكم. فبسم الله كيف العاده كنجيب الميكسور اولا الخلاط الكهربائي اللي كنهرس فيه بيضه واحده اللي كتكون كبيره شويه، وكنزيد عليها كاس ديال السكر سنيده اللي هي 160 غرام، وغادي نزيد كذلك كاس ديال الزيت وكاس ونص ديال عصير البرتقال. ممكن ديروا البنات حتى المندالين الا بغيتوا ماشي مشكل، غير المندالين كتضيفوا جوج بالقشور ديالهم لان دابا الوقت ديالو. كنزيد هنايا جوج ديال القطع ديال الجبن، فبالنسبه للاخوات اللي تيقولوا لي واش ما كيخليش الملوحه، ابدا البنات بحال ما فيهاش الفرماج، غير هي كتزيد واحد البنه اللي هي زوينه بزاف. فضفت السكر فاني، غادي نزيد معلقه كبيره ديال المربى ديال الليمون الحامض اللي كتخلي لينا الكيكه تجي من الداخل بحال مسقيه، واخا تبقى واحد المده في الثلاجه ما كتيبش، وحتى ما كنحتاجوش نسقيوها بالسيرو. فانا ضفت معلقه كبيره ديال المربى، غادي نزيد اليوغورت اولا دانون بيرلي او نستعملوا اي يوغورت عندكم ماشي مشكل، وكنضيف قبيصه ديال الملحه يعني كنطحنوا المكونات كامله اللي سبق ليا وذكرت لكم، معدا الدقيق والخميره هما اللي كنخليو هما الاخرين، وكنضيف كذلك معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل. صافي غادي نسد الميكسور وغادي ندي هاد الخليط هذا يتخلط كامل مزيان تقريبا واحد 5 ديال الدقائق يعني يتخلط. راه كنضيف حتى دوك القشور ديال البرتقال حتى هما كنضيفهم في الاول باش كيطحنوا وتيبقاو غير داك الحبيبات غير شي شويه باينين. صافي هنايا من بعد ما خلطت المكونات كامله، كنجيب واحد الاناء اللي غادي نصب فيه هاد الخليط ديال الكيك اللي طحنته كامل، كيف قلت لكم بقاو عندي غير الخمارات وغير الدقيق هما اللي مازال ما ضفتش. كنضيف هنايا داك البيكنج باودر كيف قلت لكم 16 غرام جوج ديال الساشيات، وكنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه. هاد المرحله البنات كنعاود ناكد مهمه جدا، حيت الدقيق تيبقى على حسب نوعيه الخليط، ما نبغيش نقول لكم 300 غرام ولا 250 غرام، لان دائما الدقيق عندنا ميزاننا حتى كنتحصلوا على القوام المناسب ديال الكيك، يعني غادي تشوفوا معايا القوام اللي كنتحصلوا عليه. والمرحله ديال الدقيق راه مهمه بزاف، هي اللي كتحكم في القوام ديال الكيك، وهي اللي كتحكم في الكيك يجي خفيف وما يجيش مدقص. فالبنات الدقيق ردوا معاه البال بزاف. هنايا غادي نزيد
نسيت ما ذكرت لكم في المقادير، واحد جوج المعالق ديال الكوك او لا جوز الهند، جوج ديال المعالق كبار اللي كيبقاو اختياريين، داكشي علاش خليتهم حتى الاخر. انا تيعجبني الكوك في الكيكه، اللي ما تيعجبوش الكوك ممكن ما يضيفهمش، يعني تيبقاو اختياريين. كيف شفتوا في بدايه الفيديو راه حطيت لكم الصوره ديال الكيكه الاولى والكيكه الثانيه، وحده راه درت فيها الكوك ووحده لا، يعني هما نفس المقادير غير المره الاولى ما صورتهاش لكم. هنايا جوج المعالق ديال الكوك اولا جوز الهند، جوج المعالق كبار، وكيف قلت لكم كتبقى مرحله اختياريه ممكن ما تزيدوش. غادي نوريكم القوام ديال الكيك، ودائما راه الدقيق هو اللي كيتحكم في الكيكه كامله. كيف قلت لكم الا زدتوه راه ممكن الكيكه تجيكم مدقصه، فمن الاحسن هاك انتوما هذا هو القوام المناسب ديال الكيكه، يعني ما كيكونش ثقيل وكذلك عاوتاني ما كيكونش خفيف سايح. صافي دابا يعني كنأكد عليكم كنوريكم القوام. هنايا خديت المول العادي اللي كنظن متوفر في جميع البيوت اللي فيه 26 سنتيم على ما اظن، وهذا هو القوام ديال الكيكه اللي مدهون بطبيعه الحال بالزبده ومرشوش بالدقيق. كنصب فيها هكا الخليط ديال الكيك، وانا كنطلع المول هذا الاناء الفوق باش هذا الهواء كيبقى مخبي في بعضياته وكيجينا الكيك مفشفش. صافي غادي ندخلو الفران اللي كيكون بارد، كنشعل عليه من التحت حتى كيتنفخ وكيطيب، عاد كنشعل عليه من الفوق. ملاحظه ان المول راه كنحطو في طاوه، يعني ما كنحطوش مباشره في الشبكه ديال الفران. ثاني ملاحظه، لان واحد الاخت قالت لي كنطيب الكيك على 280 250 درجه، بزاف يعني، فانا الكيك كنطيبو على 180 درجه 180 درجه، يعني العافيه خاصها تكون مهيله. صافي حتى كيتنفخ عاد كنشعل عليه من الفوق، تقريبا كياخذ واحد 45 دقيقه. هذا هو الشكل ديالو، يعني كتجي عاليه يا ما شاء الله، وكتجي زوينه وكتجي مفشفشه. وهنا كنقطع عليكم هي باقه سخونه. بالنسبه للتزيين اللي زينت عادي البنات، انا ما تيعجبنيش دوك لي صوص وداك الشيء، زينت غير بالمربى ديال الليمون وشويه اللوز افيلي مهرمش. صافي وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي مجعبه كلها من الداخل وكتجي خفيفه وهائله كيف ما معوداكم دائما بالمصداقيه. انا قطعتها كامله، كنتمنى البنات جربوها وتردوا عليا كيف جاتكم. الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساونيش من دعواتكم وتعليقاتكم الرائعه. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.